هيلنا كنت أعلم، علمت بمجيئك. لا تهتمي لهذا الرجل، لا تهتمي له أبدا، هذا الرجل مجنون. تكلمي فقط، تكلمي معي. تحدثت مع فاسيليوس وقرر أن يطلق سراحك. سوف تعود اليوم. شكرا لك، شكرا لك. كنت أعلم أنك لن تتركيني مع هذا المجنون. لكن هناك شيء يجب أن تعرفه. نعم، قوليه هيا. لن تأتي إلى القلعة ثانية. ما الذي قلته؟ لن تأتي إلى القلعة ولن تراني ثانية أبدا. سوف أتزوج من فاسيليوس. وزفافنا بعد أيام. أخبر سيدك أنني ممتنة له لما بذله من جهد من أجلي أنا ومن أجل أبي. وأن تتزوج فتاة من قبيلتك وعش سعيدا معها. فليحمك الرب بامسي. هيلينا، لو أنك تركتني أتعفن هنا لكان أفضل من أن تقولي هذا. بعد الذي سمعته منك أصبحت أنت كالزنزانة لي. بامسي، اترك ذراعي. افتحوا الباب، سوف أخرج. ما الأمر يا تركي؟ المرأة التي فرشت الجنة تحت قدميها هي من قامت بطعنك، ها؟ لقد أخبرتك أن النساء كالشياطين وهن يريدن جعلك عبدا لهن، ونار جهنم لن تنقذك من هذه الشيطانة الآن. حتى أنا أشفق على حالك. اخرس أيها الرجل أو سآتي وأخرسك. لا أدري بعدها ماذا سيحدث. لا تسمع لي صوتك.